بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أقدم لكم غرناطة قديمة زي ما أنتم شايفين، ما شاء الله مباني جدا قديمة هنا عندنا في مجرى هذا المائي. طبعا زي ما أنتم عارفين حواليهم دائم كذا ضيقة الدخول، زي ما أنتم شايفين هذه المداخل كذا حقتهم. شايفين هنا جسر ما شاء الله هنا اللي يطلع الحارة الثانية ويرجع. حواليهم الداخلية كلها ضيقة مرة غير للمشي بس. طبعا هنا كلها أسواق قديمة. طبعا قابلت كثير من إخواننا العرب المغاربة والتوانسة في الحي هذا، في مطاعم كثيرة عربية هنا، في فنادق، في حمامات ساونا مساج. زي ما انتم شايفين حمام العلامة هناك، الحمام هذا هنا. الطرق زي ما انتم شايفين جدا صغيرة هنا، صغيرة حوالي هم تنقل فيها. هذه البيت حقها، بس لو حبيت اوضح لكم الشعب. السلام عليكم، حياكم الله.